وما الحكم إذا تبين للمصلي أن صلاته تمت إلى غير القبلة بعد الاجتهاد؟ معلوم أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، كما قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر، رواه مسلم، وقد انعقد الإجماع على ذلك. والقبلة لمن كان بمكة أو قريبا منها هي عين الكعبة أو هواؤها المحاذي لها من أعلاها ومن أسفلها، فيجب عليه أن يستقبل عينها يقينا إن أمكن، وإلا اجتهد في إصابة عينها، ولا يكفيه استقبال جهتها. ومثله من كان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم فإن قبلته هي عين الكعبة، لأن محراب مسجده وضع مسامتا لعين الكعبة بالوحي، فيجب استقبال عين المحراب. والقبلة لمن كان بعيدا عن مكة هي جهة الكعبة عند الجمهور، ما عدا الشافعي الذي يوجب استقبال عينها يقينا إن كان قريبا، وظنا إن كان بعيدا، فيجوز الانتقال عن عين الكعبة يمينا أو شمالا، ولا بأس بالانحراف اليسير عندهم بحيث لا تزول به المقابلة بالكلية، أي يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة. والاستدلال في الأمصار والقرى على القبلة يكون بالمحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون، ولا يجوز الاجتهاد مع وجودها، وكذلك المحاريب المعتمدة في مساجد المسلمين كما عليه الجمهور. فإن لم توجد محاريب معتمدة وجب سؤال العارفين الثقات، وإن لم يوجد عارفون استعملت وسائل أخرى كالشمس والنجوم إن كان عالما بدلالتها. فإن لم يستطع وجب الاجتهاد والتحري، وصلى إلى ما ترجح عنده من الجهات. لكن لو اجتهد وصلى ثم بان بعد ذلك خطأ الاجتهاد، هل وقعت صلاته صحيحة ولا يعيدها، أو وقعت باطلة ووجبت إعادتها؟ جمهور الفقهاء على صحة هذه الصلاة وعدم وجوب الإعادة، والشافعي هو الذي قال: لا عبرة بالظن البين خطأه، وعليه إعادة هذه الصلاة ولو كانت لمدة طويلة. يقول ابن قدامة في المغني: وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم علم أنه قد أخطأ القبلة لم تكن عليه إعادة. وكذلك المقلد الذي صلى بتقليده، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وقال في القول الآخر: تلزمه الإعادة، لأنه بان له الخطأ في شرط من شروط الصلاة فلزمته الإعادة، كما لو بان له أنه صلى قبل الوقت أو بغير طهارة أو ستارة. ولنا أي دليل الحنابلة ومعهم الجمهور ما روى عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن، إلا أنه من حديث أشعث السمان وفيه ضعف. وجاء مثله عن عطاء عن جابر بسرد ضعيف. وذكر ابن قدامة حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل ببني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو البيت. ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترك إنكاره إلا وهو جائز، وقد كان ما مضى من صلاتهم بعد تحويل القبلة إلى الكعبة وهو الصحيح. ويزيد بن قدامة في التدليل لعدم الإعادة بأنه صلى إلى غير الكعبة للعذر، فلم تجب عليه الإعادة كالخائف يصلي إلى غيرها، ولأنه شرط عجز عنه فأشبه سائر الشروط. فالخلاصة أن المخطئ في ظنه في استقبال القبلة صلاته صحيحة ولا إعادة عليه إذا تبين الخطأ، وذلك على رأي جمهور الفقهاء ومنهم الشافعي في أحد قوليه، فيكاد يكون الحكم باتفاق الفقهاء الأربعة، والله أعلم.